مساء الخير، مساء الحب والحرية على كل مصري وكل مصرية. أهلا بحضراتكم معانا والحلقة الثانية من الحديث عن الضلع الثالث لمثلث التخلف. هنكمل كلامنا عن الوجع اللي بينهش في قلب المصريين، وزي ما شفنا الحلقة اللي فاتت كل الناس أجمعوا على إن فيروس سي هو البطل اللي مش قادرين عليه، اللي هزم كبد المصريين. واستكمالا لرحلة البحث عن حلول، معانا أحد أهم أساتذة الكبد في مصر، وهو الأستاذ الدكتور هشام الخياط، أحد الأساتذة بمعهد تيودور بيل هاريس. دكتور أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كبد المصريين وصل لغاية فين؟ واحنا مشكلتنا في مصر الحقيقة إن احنا من أيام زمان كان عندنا البلهارسيا، والبلهارسيا دي كانت بتصيب الكبد وكانت بتصيب المسالك البولية، فهو الكبد معتل من زمان. ولما كان في دواء، الحمد لله الدواء ده ظهر في الثمانينات، دواء ده عبارة عن أقراص بتاخد جرعة واحدة ملوش أعراض جانبية، ابتدى الحمد لله البلهارسيا تقل درجة رهيبة، لدرجة ان احنا بنقول في خلال العام ده او العام القادم ان شاء الله نعلن ان مصر خالية من البلهارسيا. اللي حصل ان هو تم اكتشاف فيروس بي في السبعينات، وبعدين فيروس سي في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات، فطبعا ده اضاف الى مشاكل الكبد في مصر، مشاكل جامدة جدا. طبعا ده ناهيكي بقى عن حاجات الاخرى، اللي هو الكبد الدهني اللي هو اللي هيبقى المشكله الكبرى في مصر بعد الانتهاء من فيروس بي وفيروس سي، ومشاكل بقى الالتهابات المناعيه والامراض بسبب امراض الكبد اللي بتنتج نتيجه الادويه، الاستخدام العشوائي للادويه، ده برضو بيصيب الكبد في مقتل، والامراض الكبد الوراثيه بقى. كل ده نقول مثلا ان 30% من اكباد المصريين معتله، طبعا لانه حجم 22% تقريبا مصابين بفيروس سي. هو فيروس سي وزارة الصحة الإحصائية بتاعتها بتقول 14%، منظمة الصحة العالمية بتقول 22%. ده رقم رهيب، ده ممكن يخلي نص أكباد المصريين، طبعا لو كان فيروس سي عندنا 22% يبقى أكباد المصريين، يبقى نص أكباد المصريين عندهم فيهم مشاكل. دي الحقيقة يعني. طب دكتور احنا وصلنا لغاية فين؟ هو الحقيقة احنا فيروس سي إنجازات رهيبة على مستوى العالم، بتصلنا الإنجازات دي. طبعا احنا أبحاثنا كثيرة جدا على مستوى العالم، بس الأبحاث كلها تندرج على مشاكل المرض، الوبائيات بتاعة المرض، إزاي نجرب الأدوية الجديدة، تطور المرض وكده. لكن الحمد لله إحنا عندنا دلوقتي أدوية جديدة. الأدوية الجديدة دي باب أمل كبير قوي للمصريين، وإن شاء الله بإذن الله هتبتدي من شهر 9 القادم ده اللي هو الشهر الجاي، هتبتدي الأدوية دي تبقى موجودة في المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية، مراكز الكبد، وهيتعالج بيها إن شاء الله آلاف المصريين بإذن الله. طب دكتور ليه المعدلات مرتفعة قوي عندنا؟ دي مشكلة. يعني أسباب الإصابة إيه؟ هو الحقيقة فيروس سي مشكلته الأساسية إن هو اتنقل لأغلب الناس اللي عندها بلهارسيا، لأنه كان زمان في استخدام حقن الإزاز. حقن الإزاز دي ما كانتش بتعقم جيد، وكان من مريض لمريض، فكان بتنقل المرض اللي عنده بلهارسيا وعنده فيروس سي لمريض تاني عنده بلهارسيا وما عندوش فيروس سي بحقن الترطير، ودي ادت لانتشار المرض جدا في مصر. ما زال بقى المرض منتشر، مش مساله حقن البلهارسيا وحقن الترطير، نتيجه الممارسات الخاطئه وغياب الوعي الصحي بين المواطنين، وللاسف بين بعض اطقم التمريض. المرض بينتقل عن طريق الدم. طيب طريق الدم ده ممكن طبعا ما بيتنقلش بقى عن طريق اكياس الدم، ده نادرا، لكن بيتنقل عن طريق سرنجات ملوثه، عن طريق انه عدم تعقيم المناظير والادوات الطبيه بطريقه صحيحه، وده بيحصل للاسف في بعض المراكز الطبيه، عن طريق دكتور السنان اللي ما بيعقمش ادواته كويس. زي ما قلت لحضرتك قبل الحلقه ان للاسف بوتيكات التجميل اللي بقت منتشره في مصر دلوقتي اللي مش خاضع لاي رقابه للاسف، ودي بيتم فيها مش دكتور التجميل هو اللي بيعمل الكلام ده، ده بيسموا خبير التجميل بيديكير ومنيكير، وبيعمل باتوكس، هو اللي بيعمل باتوكس، يعمل تقشير للبشره، كل الكلام ده. طيب دكتور التجميل ومال والتاتو والحاجات، والتاتو طبعا حضرتك قلت البشره، مش كده؟ دي مشكله كبيره جدا. انا جالي مرضى كتير عندهم فيروس سي نتيجه هذه الممارسات. ناهيكي بقى عن الكوافير او الحلاق او الكلام ده، لان هو انا بقول دايما بنصح كل الناس ان ادوات الحلاقه رخيصه، ياخد حاجته
بنفسه لان دي مشكله. الى جانب ان ما عندناش مشكله احنا كستات ما بنحلقش والله بالظبط حضرتك مفيش مشكله دي. لكن المشكله طبعا للرجاله اكتر طبعا. انت حضرتك مشاكلك هتبقى بديكير ومنيكير دي اساس في الموضوع, والدكتور السنان واللي بيعمل باتوكس واللي بيعمل تقشير مش عند حد متخصص, عشان دكاتره التجميل ما تزعلش مننا. لكن في حاجه مشكله بقى تانية, ان كل مريض فيروس سي بيعدي في سنوات حياته من 3 لـ5 على الاقل مرضى. يعني هو قنبله موقوته, غير ان هو غلبان وعنده المرض واهله معتلين بالمرض بتاعه. لكن هو بيعدي طبعا اقرب الناس اليه هيبقوا قابلين لعدو اكتر عن طريق ايه؟ فرشه السنان. يعني كم من الناس ساعات بيخش يغسل باقي فرشه السنان دي مشكله. مواس الحلاقه, القص صفا, المقص الضوافر. الحاجه الثانيه الفوطه. كم دلوقتي لما نسال الساده المشاهدين كم واحد في بيته عنده فوطه لكل فرد من العيله؟ ما بيحصلش. فهو دي مشكله كبيره جدا. عشان كده المحور بتاع او استراتيجيه ان احنا نقضي على فيروس سي في مصر, اول محور مهم جدا مكافحه العدوى. دي اللي فيها وزاره الصحه معنيه بيها جدا, وعندنا وحدات مكافحه العدوى في حتت كتير جدا. لكن المشكله القائمه في مصر انه العدد سنويا اللي بيضاف لقائمه المرضى من 150 الف ل 200 الف مريض, لدرجه ان في بعض الاحصائيات بتقول ان كل دقيقة, مش كل ثانية زي حسنين ومحمدين بقى, كل دقيقة بينضم لطابور المرضى واحد. فده عدد رهيب جدا. فمكافحة العدوى دي استراتيجية مهمة جدا, ودي مشكلة توعية مهمة جدا. يعني هنعمل زي ما حضرتك النهاردة استضفتيني عشان نتكلم على المشكلة دي. لازم الناس يبقى عندها وعي كافي, الأطباء الشبان يبقى عندهم وعي كافي بانتقال المرض, أطقم التمريض, دكاترة السنان, إلى جانب بقى الرضع. إن الذي يتسبب في نقل عدوى من مريض إلى مريض, أو من مصاب إلى سليم, من مريض قصدي إلى سليم, أو من مصاب إلى سليم, لا بد من محاكمته. لأنه دوًا بيسبب مشكلة كبيرة جدًا, مش بس على المريض, على الدولة تنفق عليه فلوس قد كده في علاجه ومضاعفات المرض. السؤال بقى المهم, في وضع الظروف السيئة أو المنظومة الطبية في مصر يعني بعافية شويتين 3-4 فيروس سي هينتشر بيننا قد إيه إلى أن تكون المنظومة الصحية مظبوطة؟ أنا حددت الحقيقة استراتيجية ويمكن كتبتها وقلتها للقضاء على فيروس سي في خلال 5 سنين بس. إزاي؟ الاستراتيجية الأولى دي كانت المحور الأول المهم قوي, مكافحة العدوى. نقفل حنفية الناس اللي بتضاف سنويا. تخيلي حضرتك احنا بنعالج 50,000 مواطن مصري على نفقة الدولة من فيروس سي, والناس دي مش كلها بيتم شفائها بالعلاج اللي كان موجود وما زال موجود لغاية الآن, اللي هو الحقن والإقراص. كان بيتم شفاء 60%, يعني 50,000 دول ممكن 30,000 بالكتير هم اللي يتم شفائهم, والباقي ينضم إلى الطابور اللي منتظر العدوية الأجدد. فاحنا عندنا لو بنعالج 30,000 ويتم شفائهم, عندنا بيضاف 150,000 ل 200,000. فالطابور طويل لدرجة ان احنا بنتكلم في 14%, وفي بعض القرى اللي موجودة في كفر الشيخ وجد ان الإصابة بتصل ل 90%, والمنوفية والشرقية 90% من القرية مصاب, لدرجة ان في بعض القرى 100%, لكن 90-80% رقم مذهل. صحيح. طيب الحنفية عشان تتقفل احنا قلنا التوعية والناس تبقى عارفة طرق انتقال العدوى, لكن في قضينا على فيروس سي قضينا على البلهارسيا ازاي؟ احنا لينا في البلهارسيا منهج علمي جيد جدا. البلهارسيا لم يقضي عليها بإيدي ظهرك للترع, لا, هو اللي حصل فعلا والإعلانات الشهيرة. لكن اللي حصل فعلا ان كان في أقراص, الأقراص دي كانت رخيصة الثمن بدون اعراض جانبيه, تتاخد 4 أقراص جرعه واحده, نسبه الشفاء تصل ل 95-96%. ده اللي خلانا نقضي على البلهارسيا, وكان بتتاخد علاج جماعي. في فيروس سي الحمد لله اخيرا ظهر باكوره الادويه اللي هو سوفوسبوفير, وده دواء رائع لما يضاف الى التابلت اللي هينزل جديد, اللي هو نزل اوريدي في امريكا من شهر ديسمبر 2013, وجانا في مصر الحمد لله, وهيبتدي وزاره الصحه
تديه للمرضى من بداية منتصف سبتمبر إذا كان في العمر بقية. الدواء ده لما يتاخد مع الحقن بيدي نسبة نجاح 96% بدل 60%. ها. علاج 3 شهور بدل سنة. أعراضه الجانبية بالإضافة للحقن. الحقن لغاية دلوقتي الحقن موجودة. لا يعني هيكون التابلتس مع حقن ولا مع حقن؟ التابلت مع حقن في الوقت الحالي ده في البداية مع حقن وقراص الريبافيرين لمدة 3 شهور بدلا من سنة بالأعراض الجانبية بتاعت الحقن بس لمدة 12 أسبوع. السوفوسبوفير ده ملوش أعراض جانبية خالص. ها. لكن هننتقل في مرحلة تانية رهيبة جدا اللي هي بنقول الكبسولات المركبة. الكبسولات المركبة دي عبارة عن السوفوسبوفير معاه دواء تاني. الدواء التاني ده يتميز انه دوايين فيه 3 محاور لتقاصر الفيروس. فالثلاث محاور دول لو قفلتي محورين خلاص الفيروس اتشل خالص ولازم يموت ويبقى تمام، لكن لو قفلتي محور تاني في فرصة المحورين التانيين يقدروا ينسقوا مع بعض ويحصل ان الفيروس ما يحصل تحور ويقدر يتغلب على الدواء. فاحنا لما بندي دوايين كل دواء بيشتغل بطريقه معينه، ودي فلسفه الكبسولات المركبه اللي هتنزل تباعا من شهر ديسمبر الجاي في امريكا وهتجينا على طول ان شاء الله. الكبسولات المركبه دي تتميز ان هي قويه جدا، ما تحتاجش انترفيرون من غير اعراض جانبيه، تاخد كبسوله واحده في اليوم لمده 3 شهور وتقضي على الفيروس بنسبه 96 او فوق 95. يعني زي عصر البلهاريس وبعد كده ما بقاش فيه بلهاريس يعني. بالظبط نفس الفكره. هو ده الفكره، لان مكافحه العدوى صعب جدا. هنعمل المحور ده، لكن مشكله مكافحه العدوى زي ما انا قلت لك صعبه تطبيقها في مصر لغياب الوعي لغياب الضمير، حاجات كتير قوي. طب دكتور في النهايه لازم تقولي روشتة لو مشينا عليها كبد المصريين يبقى احسن. طيب. لان كلنا بقى عندنا تخوف. حضرتك سؤال مهم جدا يا استاذ ايمان. نمره واحد، احنا عندنا المشاكل الرئيسيه في مصر 4. اول حاجه في الكبد، اول الحمد لله احنا ما عندناش كحول مثلا. يعني في الكبد الكحولي دي قصه الحمد لله مش عندنا في مصر. لكن احنا عندنا اول حاجه الفيروسات، ودي قصه علاجها دلوقتي سهل ان شاء الله، او نقدر نقول ان شاء الله في المستقبل القريب هيبقى سهل، لان في كبسولات مركبه زي ما قلنا، والمريض اللي هو ما استجابش الحقن هيقدر يستجيب للكبسولات المركبه، ودي هتنزل تباعا باسعار معقوله لانه في شركات كتيره قوي هتنزل الكبسولات المركبه، وكمان احنا الشركات المصريه الوطنيه هتعمل، يبقى نقدر نخلص من الفيروسات دي. نمره 2 الناس الكبد الدهني، الكبد الدهني ده رياضه وتغيير نمط الحياه. الناس اللي بتاكل اكل دهون وجانك فود والاكلات السريعه دي بتاثر تاثير سلبي على الكبد وتعمل ما يطلق عليه الكبد الدهني اللي ممكن يؤدي لمضاعفات. الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه والمسكنات اللي بتصيب برضو الكبد المصري، فلا بد من مراجعه الدكتور قبل ما ناخد حاجه، فاش اخد مسكن كده على اولى زي ما بيقول. رابع حاجه ودي نسبه قليله خالص اللي هي الامراض المناعيه او الامراض اللي هي بنسميها امراض الوراثيه، دي ما فيهاش مشكله لان دي عددها قليله وبنقدر دلوقتي ان احنا نقدر في علاجات للمرض ده. لكن هو الامراض الفيروسيه والامراض الناتجه عن استخدام العشوائي للادويه والامراض اللي هي دهون الكبد هي دي المحاور الثلاثه اللي بتصيب كبد المصريين، مش عايز اقول في مقتل لكن بتصيبه اصابه بالغه، ويجب الناس تبقى فاهمه الكلام. دكتور نورتنا وبنشكرك جدا، وبنتمنى ان شاء الله العلاج يكون فعلا نسبة الشفاء توصل ل 96% إن شاء الله. بشكرك يا دكتور. شكرا لك. مكملين في الحلول عشان نوصل لصحة أفضل، انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم معايا. في الحقيقة الفقرة دي ضيوفي فيها مش بس هيقدموا لنا حلول، لا دول كمان عندهم توصيف دقيق للوضع الصحي في مصر. كل واحد منهم عنده ملف مهم جدا. معايا الأستاذ أيمن رابح رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية، والأستاذ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، ومعايا الأستاذة عزة المغازي الصحفية بالشروق وصاحبة مغامرة مهمة جدا كشفت كوارث بعد هذه المغامرة في مجال الأدوية. برحب بضيوفي، أهلا بحضراتكم. أهلا أهلا منورنا. نبدأ أستاذ عيم، إيه الأخبار؟ أخبار عايز تبدأ منين؟
والله يعني ممكن نبدا من يعني المنظومه الصحيه بصفه عامه في مصر. في الحقيقه انه المنظومه الصحيه بصفه عامه في مصر مش بس فيما يتعلق بالاخطاء الطبيه فقط انما بكل المراحل اللي بيمر بيها المريض اثناء العلاج اظن انه بالكامل تحتاج الى مراجعه وتحتاج الى يعني وزاره حازمه وقويه جدا خاصه بعد ثورتين كبار قامت بيهم مصر. طب حضرتك في يعني المفروض بتدافع عن المرضى اصحاب الاخطاء الطبيه. طبعا في تشريعات في القانون فعلا بتحمي المريض اذا تم خطا طبي فيه. طبعا احنا عندنا ترسانه من التشريعات القويه جدا 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 مش محتاج يتعدل فيها اي حاجه. بيتم تطبيقها وتنفيذها؟ ما بتطبقش لانه ما بتطبقش بالمره يعني لانه عندنا مشكله اليات التطبيق فيها مشاكل كتير قوي. يبقى يعني كان ما عندناش. يبقى كان ما عندناش لانه عندنا منظومه القانونيه اللي بتشتغل فيه مجال الاخطاء الطبيه منظومه قانونيه يعني تقدر تقولي تربه غير صالحه للنبت. تربه لا يمكن ان تنبت ابدا لانها تربه انا ارى انها تربه عفنه. وانا اسف بستخدم التعبير ده انما هي دي حقيقه الموقف. التربه دي لا يمكن في النهايه تجدي منها نبت صالح. نتكلم فيه بعد كده عن الصحه بشكل جيد في مصر. لما بيحصل لواحد بيتعرض لخطا طبي معين بيلجا للنيابه العامه. النيابه العامه للقانون وكيل النيابه العامه او حتى القاضي او حتى المحامي مش طبيبي عشان يكشف عليه. بيحيلوا لما يسمى بمصلحه الطب الشرعي اللي احنا بقالنا دلوقتي 11 سنه بنتكلم عن ان هذه المصلحه بها مشكلات خارقه للعاده. وكل يوم يصدر منها تقرير محير ومثير للاستفهام بشكل غير عادي واخرها قضيه نادين شمس. يعني حاجه تشبه يعني تشبه الجنان يعني. لما قبل ما البنت تموت راحت مجموعه من نقابه الاطباء فيها وكيل عام النقابه الدكتوره منى مينا ومجموعه كبيره جدا كشفت عليها وقالوا انه في مشكله وطلبوا من الطبيب المعالج انه يجيبوا لجنه استشاريه خارجيه او ينقلوها مكان تاني عشان الجراحه فيها مشكله. وبالرغم من كده ماتت. ويروح تقرير الطب وطبعا الدكاتره دول اصدروا تقرير النقابه اصدرت تقرير كله يدين الطبيب مصلحه الطب الشرعي تقول لك لا لا مفيش ادانه مفيش للطبيب. احنا امام كارثه اسمها الطب الشرعي تترتب عليها حفظ المحاضر اللي الضحايا بيعملوها يترتب عليها في النهايه ده حقوق الناس يترتب عليه انه الطبيب بيتمادى في اخطائه وانا ما بعلقش كل يعني المرحله على الطبيب انما هذا ما يحدث يتمادى في اخطائه الخارقه للقانون وبالتالي لا يمكن ان يكون بهذا الشكل هناك اصلاح حقيقي لتطبيق القوانين الرائعه. عندنا قوانين رائعه مش عايزين قوانين تاني بس تطبق باليات محترمه من خلال ما يسمى مصلحه الطب الشرعي طبعا وزاره العدل انها تعيد تاني بقى التشريعات الداخليه ولوائحها الداخليه اللي بموجبها يكون عندها اجنده واضحه بيترتب يعني هذه الاجنده بتقول الخطا ده يبقى قدامه كذا وان العمل ده يترتب عليه كذا وانه يبقى عندها مجموعه من القواعد الاخلاقيه مجموعه من القواعد المعلنه للناس كلها الواضحه اللي بموجبها بيشتغلوا بيها من اجل تحقيق العداله والانصاف. لاحظي كمان ان الطبيب الذي يفلت من العقاب مره ده يساعد المئات ان هم يعملوا نفس العمل لانه مش همه انه يطبق عليه قانون مش يطبق عليه. انه اكيد الدكتور لما بيخطئ هو لا يقصد الخطا. ما عشان كده اسمها جريمه اصابه خطا او قتل خطا. ما اسمهاش جريمه اصابه عمد ولا قتل عمد. يعني توصيفها القانوني في قانون العقوبات اصابه خطا 238 او قتل خطا 240. السبب في ده انه هي اسمها خطا بس الخطا ده حضرتك ما هو له خمس صور في القانون. القانون عرفه الخطا ده مش كلمه عامه يعني. الخطا ده قال انه شخص اي شخص في الدنيا في مصر يعني بيقوم بعمل ما وهذا العمل كان هناك فيه رعونة والرعونة معرفة أو عدم مطابقته أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو أن هناك خطأ جسيم وقع فيه. خطأ جسيم يعني الناس اللي زيه ما تقدرش لو في نفس العمل ما تقومش بنفس الطريقة أو أنه عدم احتراز أو عدم اتخاذ الحيطة اللازمة. كل المجموعة دي اسمها الخمسة دول بيجمعوا فيما يسمى بالخطأ اللي احنا بنوصفه على الخطأ الطبي وأنا ليه اكتفي ده. إذن الخطأ معرف في القانون هو خطأ إنما خطأ يصل لمرحلة العمدية خاصة مع التكرار. حلم حياة. المركز عندكم بيتابع أزمة الدواء في مصر وهل بالفعل هي بخطورة
الأخطاء الطبية في مصر؟ يعني مشاكل الأدوية في مصر بنفس خطورة الأخطاء الطبية؟ تمام، سؤال مهم جدا. هو خطورة الأخطاء الطبية أنها ممكن تؤدي لفقد مواطن حياته، والحكاية بالنسبة للطبيب أن في حد الصبح صاحي ومحتاج ياخد الدواء بتاعه قبل ما يفطر زي مرضى السكر ومش بتلاقيه، ممكن يضطر أنه يفقد حياته. هنا الموضوع واضح أن في تكسير للشخص اللي هو بيرتكب الخطأ اللي هو الطبيب. عندنا المسؤولية بقى على المشاعة. الوزارة تقول الشركات، والشركات تقول المصانع، والمصانع تقول الغرفة، وفي الآخر المريض هو اللي بيدور على الدواء بتاعه، وللأسف الشديد مش بيتلاقي. يعني خلينا نتكلم، إذا كنت حضرت من سؤالك تقصدي ظاهرة نقص الدواء، دي ظاهرة فعلا عالمية، يعني استشرت آخر 10 سنين في مصر اتعظمت شوية بعد يعني نقص الدواء والأدوية المغشوشة ووصف الأدوية الخاطئة والدواء المنتهي الصلاحية. يعني النقص ده شيء مهم، لان احنا عايشين الازمه دي دلوقتي. هو تعظم في مصر بعد 25 يناير، عدم وجود الرقابه، عدم وجود ان الوزاره عندها اليات تقدر تسال الشركات اللي ما بتنتجيش ليه وكده. خلى يعني قريب كان في حادثه في اسيوط، القطر اللي ضرب اتوبيس اطفال بتاع مدارس. الاطفال لما اتنقلوا مستشفى اسيوط الجامعي، اسيوط الجامعي ده مستشفى بيخدم 4.5 مليون بني ادم، كان في عندهم مشكله في اوضه العمليات ان في حقن اللي هي بروتامين سلفت ده مش موجوده وكده. ما حد بيسالني ازاي نشتري الحقن ديت ونتبرع وكده، الحقن دي ثمنها 275 قرش لكن مفيش حد بينتجها ولا حد بيسال الناس انتوا منتجهاش ليه. عندنا مشكله تفاقمت من 2011 لغايه النهارده، بنتكلم في 1000 صنف من اصناف الدواء ناقص، عشان وزارة الصحة ترد وتقول ليا عشان في بعضها بدائل. حقيقي في بعضها فعلا بدائل، بس الألف صنف ناقص دول 68% منهم تحت 10 جنيه. أنا بتكلم عن أدوية الفقراء اللي بتختفي من السوق وبتفضل البدائل. البديل اللي بيقول على اللي بتقول عليها وزارة الصحة دي دايما السعر بتاعه مرتفع شوية. في مشكلة حقيقية موجودة في الموضوع ده، أنا راجع نتيجة سياسات أخرى، مش عايزين نحمل الوزارة الموجودة دلوقتي الخطأ، ولكن ده مجمل سياسات 30 سنة موجودة احنا بنحصد الأخطاء بتاعتها. أستاذة عزة، أنت في الحقيقة عملتي ليكي مغامرة صعبة شوية، قررتي تكشفي فيها مشاكل الأدوية الفاسدة. احكي لنا مغامرتك، الفكرة جت منين؟ عملتي إيه؟ رحتي فين؟ كشفتي إيه؟ هو في البداية كانت فكرتي جت من خلال تجربتي عشتها مع أحد جيراني، ست كانت تزوجت من 11 سنة وكان نفسها أنها تخلف، وبعد ما اتعالجت بفلوس كتير جدا، المفروض أن الدكتور وربنا رزقها وبقت حامل، الدكتور كتب لها على مثبت حمل، بالمناسبة كان مثبت الحمل اللي هي أخدته وبعدها على طول نزلت البيبي ده، كان طلع بيه منشور من الإدارة المركزية للصيدلة بيقول إن هو مغشوش وما تمش إنه يعني الإدارة ما أخدتش موقف حاسم في إنها تجمعه من الصيدليات، وكان موجود في الصيدليات واتباع، وإن ده دكتور في مستشفى حكومي وكتبه لها على إنه هو دواء سليم جدا وإنه هيساعدها في حملها. فللأسف الست سقطت طفلها، فهي من خلال صيدلي قريبها شرح لها ان العلبه مغشوشه، يعني هو اكتشف ان العلبه مغشوشه رغم ان اللي بيعها صيدليه كويسه جدا، هو اصلا حتى الصيدلي ما عندوش فكره انه مغشوش، يعني هو بيع على انه هو تم تقليد وغش، هو ما عندوش فكره، هو اشتراه على انه هو ده الدواء المعترف بيه. فبدات اتحرك في ان انا عايزه اعرف هو ازاي تيجي فكره شخص ان هو ممكن يعمل دواء مغشوش ومحدش يكشفه. وانا بفكر في فكره التحقيق، كنت متخيله انا فكرتي مش تكتمل وانها مش تظهر ومش هقدر اكملها النهايه، فكل ما كنت بمشي في خطوه اكتشفت ان الموضوع سهل جدا واي حد ممكن يقوم بيها. فبدات ابحث عن طريق الانترنت في ان انا اشوف ايه هي الشركات اللي ممكن تبيع المكن اللي هو اول حاجه كبدايه يبدا التاجر هيبدا يوزع بيه الدواء بتاعه. فلقيت على الانترنت في شركه كبيره جدا ومعروفه، ورئيس مجلس اداره الشركه دي بيدي محاضرات في كليات خاصه، في كليات صيدله في جامعات خاصه. برضو تخيلت وانا بتصل بيهم من طريق عن طريق تليفونهم اللي مدون على الموقع الالكتروني على الانترنت انه هيسالني هل انت صيدلانيه او تبع شركه ايه او ايه هي شركتك اللي انت حتى الجديده واخده ترخيص بيها من وزاره الصحه. كلمتهم في التليفون قالوا لي بعد ساعتين اتفضلي نتفاوض في السعر ونبدا نتكلم. كان معايا شريط بنادول للصداع، فقلت له انا عايزه مكنه تعمل لي اسطمبه تعمل لي القرص ده، فقال لي ان هي المكنه ب 40,000 جنيه وهتجي لك بعد 5 ايام بنجيبها من الصين. وكل ده مسجل وانا اديت لمعدل برنامج التسجيل داخل الشركه.
قال انه ب 40,000 جنيه هتيجي بعد 5 ايام من الصين وما فيش اي مشكله وما سالنيش اصلا انت ايه ولا حتى بطاقتك اتاكد انا مين او خريجه ايه او انا هعمل ايه بالدواء. فمن خلال كلامي معاه هو عارف ان انا بعمل دواء مغشوش فبدا يساعدني كمان ايه الخطوات اللي ممكن بعد ما اخد المكنه ايه الخطوات اللي ممكن استخدمها. انت كنت قصدف حوالك معانا تبينين انت غريبه كنت قصده يعني بينت له ان احنا لسه مجموعه شباب جديد وما فيش شغل وان احنا في حد صيدلي قال لنا ان احنا ممكن نعمل دواء ونكسب من خلاله ونبقى زبائن دايما ليه وان اللي عرفني بيه كمان مجموعه من الصيادله وهو ده معترف في التسجيل كمان ما عندوش اي مشكله ولا سالني انت مين ولا فين رخصتك ولا فين سجل ضريبه ولا فين اصلا شركتك. فاتفقت معاه انه بعد يومين هروح له تاني مع مع الشركاء التانيين وان احنا نبدا ناخد ندفع 20,000 وعلى التسليم هنستلم ندفع 20,000 التانيين. بعد ما قلت خلاص انا كده بقى عندي مكنه فجت لي الجرأة ان انا اكمل باقي محاور تحقيقي. احنا معانا صور زهره على الشاشه دلوقتي. ده المكن اللي انت ده المكن اللي داخل الشركه ده اللي بيتباع ده هو ده المكان اللي بيتباع لصناعه الادويه لصناعه او لضرب الادويه بقى الادويه المغشوشه او مش المغشوشه يعني انا مش عارفه ما هو ايه. الشركه على فكره كبيره ولها سجل ضريبي ومعروفه جدا بس الفكره انه انت خلاص انت رايحه هتاخدي تعملي دواء مضروب فعادي انك تشتري المكان. المكان لقيت الموضوع سهل فقلت خلاص يبقى انا محاور تحقيقي هتكتمل ومفيش اي مشكله. بدات قلت عايزه العلبه الكرتون اللي انا هعبي فيها الشريط. رحت المطبعه في وسط البلد عادي جدا برضو ما فيش اي مشكله ولا سالني فين سجلك الضريبي ولا وخدت الصوره دي. الصوره دي مش انت شايفاها قدامك؟ الصوره دي الشركه دي داخل مقر الشركه وباين هو ايه هو صاحب الشركه باسمه حتى هم بيعلنوا ده اللي هو عبد السلام المنسي المكتوب اسمه مكتوب ده. فبعد ما رحت للمطبعه الكلام ده على مسؤوليتك. أنا مسؤوليتي الصور اللي انت جايباها دي كلها والتسجيلات داخل الشركه. اتفضلي. فبدانا ان احنا فكره المطبعه كمان فقلت له انا عايزه دواء هكتب فيه كذا وهيبقى الشكل ده فاتفقنا على 1000 علبه ومفيش اي مشكله وعارف ان انا بضرب دواء وقال لي يعني اذا احنا تعاملنا بعد كده بقى في خصومات وبدا يساعدني كمان في انه يعمل لي خصم عشان انا زبونه جديده وشابه فهو بيساعدني في ان انا كل ده انت عماله تسجلي كل ده بسجل لهم مفيش اي مشكله ومفيش اي حاجه. رحت مطبعه ثانيه وخدت فعلا علبه الدواء وهو ده اللي انا هضربه وهو بالفعل نفذها لي وادهاني بعد اسبوع وقال لي مفيش اي مشكله ودفعت الفلوس واخدت العلبه. خلاص انا كده اذا انا اشتريت المكنه وعبيت العلبه الدواء جوه العلبه المفروض ان انا عايزه اوزع. بدأت أجمع وأبحث عن المخازن اللي عندها حتى مشاكل أو ما عندهاش مشاكل فعرفت أنه من أكبر المخازن على مستوى الجمهورية في القليوبية والمنصورة والقاهرة الكبرى. فبدأت أخد عينات عشوائية في أن أنا أبدأ أدور إيه المخازن اللي في القليوبية. بدأت بالقليوبية أول مخزن رحته هو مخزن مرخص لوزارة الصحة. رايحة وأنا خايفة جدا في أنه برضو هيكشفني أو هيقولي فين شركتك. قبل ما اخد خطوه المخزن المفروض انه اتعاملت مع بعض الصيادله اللي هم اصلا بيعملوا ده فقالوا لي لازم تاسسي شركه يكون عندك شركه اللي هم بيعملوا ده ايه اللي هم بيضربوا ادويه وبيتعاملوا مع المخازن دي. لازم عشان تعملي ده لازم تاسسي شركه وهميه ومن خلالها عشان يقدر المخزن المرخص يعترف بيكي ويتعامل معاكي. فعملنا فواتير زي ما نشرتها في التحقيق عملت دفاتر بفواتير باسم شركه سميتها رابش فارما. رابش فارما معروفه انها شركه زباله مفروض انه اي حد المخزن مدير المخزن لازم قانون الصيدله بيقول كده مدير المخزن لازم يكون صيدلي واول مخزن اتعاملت معاه هو صيدلي. ما اخدش باله ابدا رغم ان الفواتير قدامه والشركه انه رابش فارما يعني شركه زباله. ما اخدش باله خالص كل اللي همه ايه الخصم اللي حضرتك ممكن تعمله لنا. فهو بالفعل دخل على الانترنت قال انتوا مش متكودين كشركه على فقلت له احنا شركه جديده فطب خلاص عشان انتوا شركه جديده المفروض هو بياخد 10% ربح فقال لي 50% عشان نبدا نتعامل معاك وناخد 1000 علبه النهارده. اتفقت معاه وقلت له بكره في حد هيجي لك من شركتنا بالعربيه عشان انا فكره انا معايا البروشور ومعايا الفواتير ومعايا كل حاجه ما يثبت ان انا شركه وما يثبت ان انا عندي دواء والدواء بتاعي كمان له علاقه هو سميته سيبيوتيك. سيبيوتيك مضاد حيوي معايا منه جرام ونص جرام والسعر الجرام 40 جنيه والنص جرام 26 ومعايا بروشورات طبعتها لها يعني وصفه فيها ايه الدواء بتاعي. فقلت نشوف المنصوره لقيت ان من اكبر المخازن اللي عندها مشاكل وزاره الصحه مسجله ده وقايله المنصوره اكبر مخازن على مستوى الجمهوريه فيها مشاكل. رحت المنصوره اللي حصل في اول مخزن في القليوبيه حصل في 3 مخازن
في المنصوره في منهم غير مرخص، بدات بقى عايزه ادخل غير مرخص اشوف ايه اللي بيتم فيه. الوضع هو هو بالظبط هنا او هنا، انت بتتعاملي مع تاجر لا صيدلي ولا وزاره، انت بتتعاملي مع تاجر عايز يكسب من ورا الدواء اللي انت هتجيبيه، ملوش علاقه اذا كان الدواء معترف بيه مش معترف، هل هو مغشوش مش مغشوش، وعايز يبيع. بدات اتفق معاه بالفعل يعني 50%. يعني من الاخر كل الجهات المسؤوله عن الرقابه على الادويه كلهم نايمين في العسل، مفيش اي مفيش رقابه. الصحه نفسها يعني الاداره المركزيه لشؤون الصيادله طلعت 132 منشور السنه اللي فاتت بتقول احنا عندنا ادويه مغشوشه، عملت ايه فيها على ارض الواقع؟ هي ما نزلتش وما جمعتهمش ولا سحبتهم الصيدليات. حتى مفيش ربط الكتروني ما بين الاداره المركزيه وما بين الصيدليات او الوحدات على مستوى الجمهوريه يقدروا من خلالها حتى الصيدلي يعرف انه الدواء مغشوش او لا. هو بيطلع منشور عشان يقول يعني 90% من المنشورات اللي بتصدر بتكون الشركه نفسها هي اللي بتكتشف ده، شركه الادويه بتكتشف بتقول يا جماعه انا مش اللي انتجت ده وان الدواء بتاعي مغشوش، مش ان الصحه هي نزلت او انها خدت عينات وعرفت ان الدواء مغشوش من خلال المفتشين بتوعها، ده الشركه نفسها بتكتشف انه في دواء في السوق باسمها ومش هي اللي انتجته، فبتبدا تبلغ الصحه، فالصحه بناء عليه تصدر المنشور بتاعها وبس، وبيقف الموضوع عند هنا. لا مفتش بينزل للصيدليه ولا صيدليه بيتم تبليغه، لا يوجد اي تفتيش ولا اي رقابه. ولا طب سؤال اخير، الخروج من الازمه دي شايفينها ازاي من خلال الواقع اللي انتوا فيه استاذ رابح؟ يعني ازاي نقلل الاخطاء الطبيه؟ اسمح لي يعني ازاي نقلل الـ يعني حده المشكلات اللي ناتجه عن الصحه بصفه عامه، يعني مش بس الاخطاء الطبيه. يعني مثلا لو طبيب وصف لاحد المرضى عقار زي الاستاذه بتتكلم وراح خد العقار، العقار ما كانش فيه الماده الفعاله بتاعته لانه عقار غير صحيح، بالتالي هيرجع للطبيب بتاعه تاني ما خفش فيوصف له يديله وصف تاني. الطبيب في الحاله دي ملوش ذنب، يعني المشكله ما انا بقول لحضرتك هي منظومه، تحسي زي العربيه، يعني وانت سايق العربيه لو عندك مشكله في الكهرباء مش هتمشي العربيه، عندك مشكله في الموتور مش هتمشي العربيه، عندك مشكله في الكاوتش مش هتمشي العربيه، كده هي كده. ما اقدرش امسك في حته واحده فيهم واقول اصل طيب لوحده، طيب برضه مسكين في الحكايه. الموضوع ببساطه انه الجهات الرقابيه في مصر تنسى حكايه انه هم موظفين بس، ويبتدوا يبقى عندهم ضمير وعندهم ثواب وعقاب. الراجل مفتش الصحه اللي بيجيب عدد كبير من الحالات لازم ياخد ثواب، اللي مش شغال ونايم في بيته لازم ياخد عقاب، ده مهم جدا. الحاجه الثانيه في حالات الادويه المغشوشه تحديدا، انا شايف انه الحاله يعني مجرد انه وزاره الصحه تغلق صيدليه او مخزن هذا ليس هو الحل، الحل انه الشركات دي تقفل تاخد اغلاق تام، وانه اصحابها يحلوا النيابه العامه بتهمتين. لو المخزن مخزن حكومي يبقى كده اولا في اهدار للمال العام او استيلاء على المال العام، لان هو باع التقرير بيقول انا شاري الدواء ده مثلا ب 100,000 جنيه وهو ثمنه هو شاريه من الراجل اللي جاي له بالشنطه زي الاستاذه كده لما راح بتاع تجربه ب 50,000 جنيه، يبقى هو ضرب ال 50,000 جنيه دول في جيبه اكيد، يبقى ده اهدار المال العام. نمره 2، هذا الرجل شرع في قتل عديد من الناس حتى لو ما نعرفش هو مين الناس دول، وترتب على هذا العمل اصابه العديد من الناس بمضاعفات كثيره جدا قد تؤدي الى الوفاه او للعاهه المسلمه، وبالتالي لازم يحل النيابه العامه عشان النيابه العامه تحقق معها طبقا لقانون العقوبات وليس قانون الصيدله. استاذ محمود، ازاي نحقق الحق في الدواء؟ تمام، بس خليني على التحقيق الهائل اللي عملها الاستاذه، دي تجربه واضح انها كانت تجربه مريره، انا بشكرك عليها لانك قدمت نموذج حي للمأساة احنا عايشين فيها. ان في بعض التقارير الدوليه زي في دوريه طبيه كبيره اسمها ذا لانست، دي انجليزيه معموله من حوالي 1900 بتتكلم ان نسبه الادويه المغشوشه في مصر تعدت المرحله العالميه اللي هي 7% وصلت 10%، ده بتاكده بعض المجلات الكبرى زي كريستيان سانز مونيتور تقول نفس القصه، منظمه الصحه العالميه بتشاور على مصر من بعيد وتقول انها ممكن تكون اصبحت في وضع دوله الترانزيت لتهريب الادويه من شرق اسيا وافريقيا. عشان نضبط منظومه الدواء احنا عندنا هي مفيش بد من غير تاسيس هيئه الدواء، هيئه الدواء اللي احنا بنطالب بيها بقالنا عشرات السنين، هي اللي هتسجل الدواء وهي اللي هتسعر الدواء وهي اللي هتشوف نقص الدواء، هي اللي هتفتش على الدواء، هي حتى بعد توزيع الدواء تشوف مدى المأمونيه بتاعته وترصدها زي ما موجود في بلاد العالم الثالث، غير كده مفيش امل في اي حاجه. استاذ عزه، بعد اللي شفتيه بعد اللي انا شفته وتجربتي اللي عشتها على مدار سنه وثمان شهور مع الشركات، هو للاسف اكتشفت انه قانون الصيادله رقم 27 لسنه 1955 هو اللي معمول بيه في 2014، فده ما فيش تناسب ابدا، انه اقصى عقوبه بتبقى على الصيدله او الشركه عشان 1000 جنيه، فده ما يتناسبش مع كميه الغش اللي احنا شايفينها في 2014. تاني حاجه انه ما فيش اصلا
قاعده بيانات محترمه في التفتيش الصيدلي بتربط ما بين تقول فيها انه الدواء المرخص بتاعي لدى الصيدليات هو كذا. الصيدلي نفسه ما عندهوش فكره امتى الدواء بيبقى مغشوش او لا. فللاسف احنا ما عندناش قاعده بيانات، ما فيش قوانين راضعه، ما فيش تشريعات، فبالتالي سهل اي حد يعمل اي حاجه. انا بشكركم ونورتونا. ميرسي جدا. انتظرونا بعد الفاصل لانه دور جه على وزاره الصحه وفلاح. احنا اخترنا يكون معانا الاستاذ الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، لان الوقايه خير من العلاج. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية والباب المفتوح. دكتور عمرو قنديل منورنا. اهلا بيك يا فندم. المصريين ما عندهمش ثقافه الطب الوقائي. ليه؟ لا، الطب الوقائي ده يعني هي زي ما الامثال بتقول الوقايه خير من العلاج. وانا شايف ان الطب الوقائي ده اساسا وزاره الصحه الدور الاساسي بتاعها هي الوقايه. والطب الوقائي ده المفروض يبقى في مقدمه الاولويات للناس كلها ولجميع الأطباء العاملين وكمان للمواطنين المصريين بصفة عامة عشان الوقاية من الأمراض. الرؤية بتاعتنا في الطب الوقائي في وزارة الصحة اللي هي الحفاظ على صحة المواطن المصري، وده من خلال عدة مبادئ عمل، إن الخدمة الوقائية أو الخدمات الوقائية اللي بتقدم للمواطنين المصريين تبقى فيها عدالة ومساواة للناس كلهم. للمواطن الفقير والمواطن الغني يبقى فيه شفافية تامة في تبادل المعلومات وفي نقل المعلومات للمواطن، عشان هو ده رفع الوعي عند المواطنين، وان هو يبقى عارف ايه هي الامراض المعديه والامراض المتوطنه وازاي يحمي منه، يعني يحمي نفسه ويحمي اسرته ومجتمعه منها. ده شيء مهم جدا عشان هو ليه دور مهم جدا. بس بصراحه يا دكتور احنا على ارض الواقع مش حاسين بالكلام ده خالص. لا بالعكس، حضرتك يمكن في مفيش حاجه في الدنيا فيها كمال، لكن في لا في مؤشرات لو قلتها دلوقتي مع حضرتك ولحضرتك وللسادة المشاهدين كلهم هيحسوا ده انا بقوله دوت. زي ايه ده؟ زي اول حاجه لو حضرتك فكرنا كده، شفنا متوسط الاعمار بتاع الشعب المصري بتاع المواطنين المصريين. احنا كنا في الستينات كان متوسط الاعمار 51 سنه، ده متوسط اعمار الناس بتعيش. بس ده يا دكتور موجود في العالم كله. لا مش في مصر فقط. ما هو ليه بيزيد؟ ما انا هقول بس ليه بيزيد. لا دي مش دي بس. فدلوقتي احنا بنتكلم في متوسط العمر كان 51 سنه، دلوقتي انا بتكلم في حاجات الناس كلها شايفاها. متوسط العمر دلوقتي عندنا في مصر حوالي 72 سنه. بنتكلم في نسبه او معدل وفيات الاطفال في 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 اهداف حطاها الامم المتحده اسمها اهداف الالفيه الانمائيه، دي بدات في سنه 1990 والمفروض الدول توصلها، دول العالم كلها توصلها بنهايه 2015. فيها مؤشرات عديده بتقيس الدول ومدى التقدم الصحي فيما يخص صحة المواطنين في هذه الدول. فمن ضمن هذه المؤشرات، أنا أتكلم فيما يخص الطب الوقائي، من ضمن هذه المؤشرات معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات ونسب التغطية بالتطعيمات ومعدلات الأمراض المعدية في الدول. لكن يا دكتور فإحنا إحنا عندنا في مصر معدل وفيات الأطفال أقل من 76 كان لكل 1000 طفل، يعني كان عندنا في التسعينات كان عندنا حضرتك كل 1000 طفل بيتولدوا كان في منهم 76 واحد بيموت. لكن إحنا دلوقتي في المقابل دلوقتي حاليا أنا بس خليني أخلي الحتة دي وهسمع سعادتك. دلوقتي حاليا إحنا عندنا معدل ده طبقا لآخر تقرير المسح الصحي السكاني اللي عملوه جهات دولية هم اللي نفذوا مش طبقا لتقارير وزارة الصحة. دلوقتي معدل وفيات الأطفال قل بـ 24.5. معدل وفيات الأمهات بدل ما كان في التسعينات 176 احنا 24 دكتور العالمي كام؟ العالمي حضرتك هو ده المعدل اللي احنا المفروض نوصل له. مصر مصر على فكرة وصلته من سنة 2008، المفروض نوصله في 2015، احنا وصلنا له في 2008. الحاجة التانية حضرتك معدل وفيات الأمهات قل من 176 لكل 100,000، دلوقتي قل حضرتك بقى المعدل 52 حالة لكل 100,000. الحاجة اللي بعد كده حضرتك مهمة جدا، نسب الأمراض المعدية ونسب التغطية بالتطعيمات. حضرتك احنا قضينا على مرض شلل الأطراف في 2006، قضينا على مرض التيتانس أو حدينا من مرض التيتانس الوليدي في سنة 2007، اللي بقوله ده كله منظمة الصحة العالمية اللي قايلها. الحاجة التانية كانت آخر حالة تيتانس وسعال ديكي في مصر مسجلة في سنة 2002. الحاجة اللي بعد كده الأمراض المعدية اللي هي الحصبة والحصبة الألماني قال له، وباقي الامراض المعديه قال له بنسبه تتراوح من 70% ل 75%. ولكن احنا متصدرين، اصبحت مصر من الدول المتصدره في فيروس سي، وده معناه ان احنا ما عندناش طب وقائي من الاساس. لا طب ارد على الجزئيه دي. فالاول انا عاوز اقول ان في اجزاء بتحصل في الطب دي معناها بتقول بتقيس الدول ومدى هي الخدمات اللي قدمتها للمواطنين
وهم ادت لهذه المؤشرات. فيما يخص التهاب الكبد الفيروسي سي احنا مصر تعتبر في عندها من اكبر، لو سالتيني اكبر مشكله مرض معدي او مرض متوطن في مصر هقول لك التهاب الكبد الفيروسي سي. وتقريبا طبقا برضو للمسح الصحي السكاني اللي اتعمل عندنا في مصر في 2008، واحنا دلوقتي بنعمل مسح صحي حاليا في 2014 وهيتكمل في يعني بيتعمل في هذه الايام وان شاء الله ننتهي منه في منتصف 2015. فقال نسبه الفيروس سي عندنا في مصر في المواطنين اللي فوق، عشان النسب دي بتتضارب كثير قوي، وفي ناس تقول 20% وناس تقول 30% وناس تقول 10%. فانا بقول المواطنين اللي فوق ال 15 سنه نسبة الفيروس سي فيهم عندنا في مصر 9.8. نسبة احنا عملنا مسح تكميلي ليه في الأطفال اللي أقل من 15 سنة كانت طالعة أقل من 1%. فلو خدنا المتوسط العام على مستوى مصر نسبة اللي عندهم فيروس سي هي تقريبا حوالي 7%، ده اللي وبيتعدي دلوقتي حاليا. هل النسبة دي واطية؟ النسبة دي عالية جدا وفيها مشكلة. طب إيه أسبابها؟ يعني إيه ليه أسباب إن في عندنا منتشر فيروس سي في مصر؟ السبب اكتر سبب موجود في فيروس سي اللي هي كان زمان في السبعينات والثمانينات اللي هي حقن اللي كانت بتاخد بالهرسيا هي دي اللي عملت نسبه كبيره جدا من الاصابات بين دلوقتي. طب هل دلوقتي حاليا ما بيحصلش عندنا فيروس سي؟ لا، بيحصل عندنا فيروس سي وفي تقريبا بيحدث سنويا معدل الحدوث لفيروس سي سنويا حوالي 150 الف حاله بتصاب سنويا، دي تبقى الدراسات اللي اتعملت هنا في مصر. هل في طب هل بقى الطب الوقائي او وزاره الصحه سايبه المشكله ديت من غير ما حاطه ليها خطه عشان بتواجه؟ لا، في طبعا خطه محطوطه وفي اولويه كبيره جدا. احنا يا دكتور بالنسبه للنسب اللي حضرتك قلت عليها، وزاره الصحه اصدرت نسب غير كده، الصحه العالميه بيقولوا انه احنا عندنا 22% فيروس سي. مع احترامي احنا يمكن احنا من اول ثلاث دول عندنا اصابه فيروس سي. ونقيب الاطباء في الحاله الاولى قال انه احنا رقم واحد في العالم، وقال احنا عندنا 14% فيروس سي. انا بس ارد عليك، انا حضرتك انا بطبيعه وظيفتي وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها، مع احترامي لاي حد قال اي حاجه، لكن انا مسؤول وعارف انا بقول ايه. فالنسب اللي بقول لحضرتك هي دي النسب الحقيقيه. اي حد بيتكلم عن نسب اخرى فممكن بيتكلم على مسحه عمل على مستوى مدينه على مستوى محافظه في فئه عمريه معينه. فئه عمريه، ما حضرتك فيروس سي ده لو احنا خدنا الفئه العمريه مثلا من 40 ل 60 سنه هنلاقي فيهم فيروس سي ممكن يصل ل 20% او 25%. لكن انا بتكلم الفئات العمريه. انا بالظبط يا فندم. فانا لما بقول نسبه حدوث او معدل انتشار فيروس سي في مصر كام، فانا مسؤول عن النسبه اللي بقولها. الحاجه الثانيه لما حتى بقول ان هي 7% في المجتمع المصري وخدنا فيهم الاطفال اللي هي من عمر يوم لحد 15 سنه، لو حضرتك قلنا 7% انا ما قلتش ان 7% دي نسبه قليله، وانا قلت انا قلت ان دي نسبه مرتفعه جدا، واحنا في فيروس سي نعتبر معدل انتشارها يعتبر من اعلى الدول اللي فيها فيروس سي. وعشان كده وزاره الصحه مديه موضوع مكافحه التهابات الكبديه الفيروسيه وخصوصا فيروس سي أولوية كبيرة من خلال خطة قومية. الخطة دي فيها ست محاور. أول حاجة العلاج، توفير علاج. ومعالي الوزير لسه من أيام أعلن عن العلاج الجديد اللي هو هيبقى متوفر وموجود، وبروتوكول العلاج وهيتوزع فين وهيتاخد لمين وإيه هي الاستراتيجية للعمل بيها. الحاجة الثانية في عندنا المنظومة الأخرى اللي هي تطبيق والتجديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ومش بس المنشآت الصحية بتاعت وزارة الصحة، لا هي المنشآت الصحية على مستوى مصر كلها، هي فيها المستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية كل المستشفيات. الشق الثالث اللي هو الترصد لمرض التهاب الكبد الفيروسي سي عشان يتعرف ايه هي اكتر حته بتحصل فين، وهل نتيجه الجهود اللي هتعمل دي كلها الفتره القادمه في خطه محطوطه 5 سنين هل هتقل ولا لا. الحاجه الرابعه بعد كده في خطه لرفع الوعي اللي هي والتواصل عشان الناس تبقى عارفه، او نقول اكتر نفكر الناس فيروس سي ده بيتنقل ازاي، الناس تتعلم ازاي تحمي نفسها منه ازاي، هيبقى في خطه كامله لكده. الحاجه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده اللي هي تطعيم الفريق الطبي، مش لفيروس سي بقى، تطعيم كل الفريق الطبي والفريق والمرضى اللي بيغسلوا كلى في المستشفيات ضد المرض التهاب الكبد الفيروسي بي، عشان برضه فيروس بي من فيروسات الكبديه وهو بيبقى اخطر في تطورات المرض وفي علاجه. فعشان كده برضو في خطه للتطعيم ضد فيروس. في الحاجه اللي بعد كده نتاكد من سلامه ونقل جميع اكياس الدم على مستوى الجمهوريه. ففي خطه فيها محاور عديده احنا بنعمل في هذه الخطه بالتنسيق، مش دور بس مع دور وزاره الصحه هي المسؤوله طبعا، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الاخرى
عشان مواجهة مشكلة فيروس سي. وإن شاء الله إحنا في خطة موجودة، الخطة ديت إن شاء الله إن إحنا بنعمل في خلال 5 سنوات القادمة إن معدل الحدوث بدل ما بيحصل 150 ألف حالة في السنة يحصل نعمل فيهم نخفضها تبقى يحصل نقلل 50% من معدل الحدوث. ده إن شاء الله إحنا بنهدف لدوت إن شاء الله في خلال 5 سنين وإن شاء الله يعني نوصل ليه. وبنشتغل من خلال الدعم زي ما احنا ان شاء الله بيتم توفير دعم من العلاج، فلازم كمان يبقى في دعم لجميع الاجراءات الوقائيه على على كافه المستويات، وده ان شاء الله احنا شغالين فيه ان شاء الله. طب دكتور يعني اسمح لي انه انا نزلت المستشفيات ودخلت اكتر مستشفى حكومه ودخلت قطاع اتفرجت على المستشفيات اكتر مستشفى تمام، وجالي انطباع ان وزاره الصحه في معزل عن ما يحدث للناس في المستشفيات طبعا. وكل الناس اللي كانوا موجودين ادانوا وزاره الصحه. ترد حضرتك ايه على الكلام ده؟ انا هرد عليكي بس رد يعني في الجزء دوت عشان انا مش تخصصي في المستشفيات وانا هرد فيما هو نطاق عملي او الطب الوقائي، لكن انا بقول لك ان اكيد في كل حته في الدنيا بيبقى فيها قصور في حاجات، وكل حته في الدنيا القصور شيء والاهمال الجسيم شيء اخر. انا بس برضو اضحك، انا هتكلم فيما يخص تخصصي اللي هو الطب الوقائي، واحنا دلوقتي لازم نتكلم فيما يخص الطب الوقائي عشان اللي احنا زي ما حضرتك بداتي معايا اللقاء الناس ما تعرفش الطب الوقائي والناس مش عارفه، احنا عاوزين من خلال حضرتك دلوقتي برنامج نعرف الناس بنعمل ايه عشان الناس يبقى عارفين الخدمات اللي هي. انا اللي اقصد لحضرتك انه فالمستشفيات حضرتك انه كل معظم الناس قالوا ان اداره وزاره الصحه المنظومه الطبيه في مصر هي اداره خاطئه وضعيفه، وبالتالي بنشوف النتائج اللي احنا شايفينها. لا يا فندم، الاداره زي ما قلت لحضرتك من شويه لسه بقول لك ان وزاره الصحه عملت ايه، وفيما يخص المستشفيات فمش كل مستشفيات وزاره الصحه بيحصل فيها سنويا يعني عشرات الالاف من العمليات والتدخلات الجراحيه، بيتردد على العيادات الخارجيه ملايين من الناس. الناس ما عندهاش حلول ثانيه يعني انا ما عندهمش دخل يروحوا مستشفيات خاصه. اذا كان خاصة في بعض المستشفيات بيكون فيها بعض القصور اوكي من بعض العاملين فيها فده اسمه قصور طبعا، ومحدش يقدر يقول كده. يا دكتور اللي شفته بعيني ما كانش قصور، اللي شفته بعيني مستشفيات لا تصلح استقبال المرضى من الاساس. طيب المستشفى من الباب لغايه ما تطلع لغايه ما تخرج مستشفى لا تصلح. هل حضرتك لو في مستشفيات بهذا زي ما حضرتك بتقولي، هل هذه المستشفيات هي دي كل مستشفيات مصر؟ امال يعني بيروح تعالوا تعالوا معظم العمليات التجرى بس عشان انا ما نحولش الحوار. معظم المستشفيات الحكوميه يعني بالسوء اللي بحكيه لحضرتك والناس ما عندهاش حلول اخرى هتروح فين؟ يعني معلش انا حضرتك يا ريت انا حضرتك لما اكون بتكلم على حاجه حضرتك فيا ريت تبقى محددين هي مستشفيات ايه عشان حتى المسؤولين عندنا في الوزاره المعنيين بهذا الموضوع يعرفوا يقف. احنا لكن ان الشيء يبقى على عمومه كده انا على مسؤوليتي الخاصه. هو انا بقول لحضرتك ينزل وزير الصحه يروح معظم مستشفيات الحكومه ويشوفها على غفله. لا وزير الصحه حضرتك بينزل بيمر على المستشفيات والفريق اللي موجود عندنا زمايلنا اللي في الطب العلاجي بينزلوا يعدوا على المستشفيات وبيشوفوا لو في راضون عن هذا المستوى. لا وبيشوفوا يا فندم في حاجات راضين عنها وفي حاجات مش راضين عنها وبياخدوا فيها اجراء. لكن مش كل المستشفيات او معظم المستشفيات اللي حضرتك بتقولي فيها هذا السوء اللي حضرتك بتقوليه، لكن موجود في بعض المستشفيات. دكتور في دكتور بين الوزاره والمعهد القومي للاورام شارع المعهد قومي الامراض قبل ما تكملي حضرتك شارع بس قبل ما تكملي هنلاقي اطفال بياخدوا الكيماوي على الارض. طيب المعهد القومي الامراض قبل ما حضرتك تكملي هذه الجزئيه لا ده مش صح طبعا ده خطا هذا ما بس المعهد القومي الامراض التعليم العالي طبعا بس بتقولي عاوز اقول بس انا النهارده انا جاي يعني لما يعني شرفت ان انا اجي هنا عشان جاي اكلم على الطب الوقائي مش جاي اكلم على المستشفيات عشان هو مش شغلي، فانا بتكلم في نطاق تخصصي. زمايلي اللي موجودين وحضرتك عاوز تعملي حلقه على المستشفيات ممكن زمايلي اللي موجودين من الطب العلاجي زمايلنا يردوا على كل حاجه تسال حضرتك. احنا ما نخلينا يا ريت حضرتك يعني ايه هي دكتور هي دايره واحده. اذا كان هناك طب وقائي في مصر ايوه خلينا بقى ايوه اذا كان هناك طب وقائي فبالتالي مش هنلاقي انتشار لفيروس دي، مش هنلاقي انتشار للسرطان، مش هنلاقي انتشار للامراض والاوبئه. لا هقول بقى حضرتك انتشار الامراض والاوبئه، احنا حضرتك بنتكلم عن انتشار الامراض والاوبئه. اول حاجه الهدف يعني او الهدف الاستراتيجيه بتاع الطب الوقائي مفيش بلد في العالم تقدر تمنع تقول ايه منع حدوث الامراض المعديه والمتوطنه. صحيح مفيش بلد في العالم صحيح تقدر تهزم، لكن هي بتقول ايه بقى حضرتك الوقايه من الامراض المعديه والمتوطنه والحد من شرها. طب احنا بقى كطب وقائي في هذه الكلمه اللي هي الوقايه من الامراض المعديه والحد من شرها عملنا ايه حضرتك؟ لازم اقول لحضرتك من الاول احنا في حاجات كتير جدا حققناها في دوت اللي هي كانت
قلت لك شلل الاطفال تم القضاء عليه في مطفى 2006، قلت لك التيتانوس الوليدي تم الحد منه ووصلنا لاهداف منظمه الصحه العالميه بتقولها، قلت لك معدل انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي بي اللي احنا بنتكلم عن التهاب الكبدي الفيروسي في الاطفال اقل من 5 سنين وصلنا للمعدلات العالميه في ان احنا اقل من 1%، التيتانوس والسعال الديكي حدنا منهم، كل الامراض المعديه اللي بتحدث ماشي على مستوى احنا قللناها نسبه 70% ل 75%. فيما يخص الشق الاخر ان هي في عندنا مجهودات في التطعيمات، التطعيمات الثلاثيه بتاعت الاطفال، احنا حضرتك بنقدم خدمات تطعيميه سنويا للاطفال ل 2.6 من 10 مليون طفل سنويا بالمجان، وزاره الصحه بتقدمها من خلال 5000 وحده ومنشاه صحيه ضد 10 امراض خطيره جدا. دي خدمه بتقدم وبتقدم للجميع، وجميع المواطنين بكافه فئاتهم بيروحوا عشان هم واثقين في تطعيمات وزاره الصحه. بنعمل حملات شلل اطفال سنويا عشان نطعم ما يقرب تقريبا من 15 مليون طفل، وده بيتعمل سنويا حضرتك مرتين. بنطعم تلاميذ المدارس لسنوات دراسيه مختلفه حضرتك ما يقرب من 9 مليون، مش كل طبعا السنوات الدراسيه، سنوات دراسيه معينه حضرتك ما يقرب من 9 مليون تلميذ عشان نحمي الامراض. معدلات التهاب السحائي قد ايه في مصر؟ قلت جدا في حد أنا لو كنا بنفتكر قبل كده زمان في الثمانينات والسبعينات لما نسمع حالة واحد عنده التهاب سحائي، في كم حالة في مصر؟ احنا الحالات بتاعتنا دلوقتي حاليا هي لا تتعدى 40-50 حالة في السنة. لو حضرتك لو بنتكلم على مرض الجذام اللي كان بيحصل قبل كده زمان احنا سنويا اللي كان بيحصل عندنا بعشرات الآلاف من الحالات، دلوقتي احنا عندنا حوالي 600-700 حالة. دكتور بس هكمل الجزء ده صح. حضرتك الحاجة الثانية لو بنتكلم حضرتك على المرض الإيدز اللي هو مشكلة في دول كثيرة من العالم ودول متقدمة. احنا مصر كل اللي بقوله ده حضرتك ما تاخدوش من وزاره الصحه تقارير، خديها من تقارير من منظمه الصحه العالميه. احنا عندنا الايدز مصر تعتبر من اقل دول العالم في معدلات الايدز، احنا عندنا اقل من 1 من 10%. ففيما يخص الامراض المعديه لا في تقدم كبير جدا جدا في انخفاض الامراض المعديه. اكثر مشكله زي ما قلت حضرتك عليها اللي هي كانت مشكله التهاب الكبدي الفيروسي سي، ولو قارنا لما قلت 7% لو قارناها بالبحث اللي اتعمل البحث اللي اتعمل في سنه 1994 كان مطلع فيروس سي في مصر في الوقت دوت كان 15%. ان شاء الله نتائج المسح الجديد هيطلع. حضرتك لو بنتكلم على امراض هتكلم بس على جزئيه، لو احنا بنتكلم على امراض متوطنه، مرض بلهارسيا احنا كنا كام معدل بلهارسيا زمان كانت كام؟ انا يا دكتور هقول حضرتك كانت 30% دلوقتي كل دي ايجابيات تمام، ولكن النهارده انا بتكلم فيما يخص الطب الوقائي بس. حضرتك بقى فيما يخص الطب الوقائي بنظره عينيك كطبيب شايف اطفال مصر نسبة كبيرة منهم جدا عندهم سرطان. مستشفيات مليانة وفي منتظرين بالالاف. مفيش خطة يعني توضع بدل الملايين اللي بتتصرف على مرض السرطان او العلاج بمرض السرطان. في عندنا هل يوجد خطة؟ في عندنا إدارة معنية بهذا الشأن في وزارة الصحة برضو ممكن هم، انا بتكلم حضرتك دايما انا بس من خلال الطب الوقائي. بالظبط انا دايما بتكلم فيما يخص يعني الطب الوقائي ومسؤولياته اللي بيحصل على مستوى مصر ايه في انشطة الطب الوقائي. في عندنا إدارة معنية بره الطب الوقائي هي مسؤولة عن الامراض الغير معدية اللي هي من ضمنها السرطان. طبعا السرطان في حالات يعني وانا هتكلم برضو اقول نبذة عنها زي ما قلت في المستشفيات عشان بس ده مش مجال تخصصي او مجال عملي مش تحت الطب الوقائي، لكن في حالات من السرطان موجوده. في طبعا ده نتيجه بتبقى السرطان ده نتيجه حاجات وراثيه، نتيجه حاجات تلوث في البيئه، نتيجه اغذيه، نتيجه حاجات شخص نفسه عنده قابليه وتبقى في عنده عوامل وراثيه بتساعد ان هو يحصل له هذا المرض، نتيجه اغذيه او مياه معينه او جو معين في البيئه بيساعد على دوت. كل ده طبعا موجود عند حضرتك وفي خطه معموله لهذا وبيتم فيها فيما يخص مش السرطان بس. حضرتك بتكلم على السرطان، بتكلم على ارتفاع ضغط الدم، بتكلم على ارتفاع او مرض داء السكري او ارتفاع السكر. كل دوت اللي هي الامراض الغير معديه ليه فيها اللي هي منظومه كامله وفي زمايلنا بيشتغلوا فيها من كل الجوانب عشان يقللوا دوت، وده محتاج دور مهم جدا الناس تبقى عارفه ايه هي الصحه العامه والنظافه العامه ونوعيه الغذاء اللي ياكلوه وازاي نحافظ على الغذاء الميه اللي كل ده. احنا وزاره الصحه فيما يخص لو بنتكلم على غذاء وبنتكلم على ميه في حاجه بتتعمل في المراقبه ان انا عشان اضمن سلامه الغذاء وسلامه مصادر المياه بناخد سنويا معدلات في رقابه دوريه على مصادر المياه. حضرتك انت بتسمعي كل شويه مش كل شويه كل سنه سنتين حضرتك اي حد عنده مشكله في الكلى اول كلمه دكتور يقولها اوعى تشرب ميه من الحنفيه. طيب انا بشرب ميه من الحنفيه انا في وبيتي كله ولادي بنشرب ميه حنفيه فلتر بقى وحاجه كده ولا فلتر مركب فلتر بالعكس غلط جدا ركب اول حاجه انا ساكن فيها دكتور
انا ساكن في المعادي. طب شوف ليك حق بقى يا دكتور. لكن هنا في مشكله في بسافر يعني. بسافر عندنا البلد عندنا اوكي في قريه من القرى يعني اوكي في الدلتا انا حضرتك بشرب من الحنفيه بس معلش اقول لحضرتك على حاجه. طب وليه دكاترتنا بيقولوا لنا ما تشربوش من ميه الحنفيه؟ مع احترامي لما حد بيقول ما تشربش من ميه الحنفيه انا بقول لحضرتك اهوت وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها. المياه الموجوده اللي موجوده في الشبكات اوكي هي مياه امنه وفي رقابه عليها من جهتين من وزاره الاسكان اللي هي تبع الشركه القابضه لمياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي. هذه الشركه القابضه هي مسؤوله عن عمليه التشغيل وبيراقبوا على هذا على هذه المنظومه. احنا كوزاره الصحه دورنا رقابي بناخد عينات دوريه وبنفحصها ولو في اي عينه من اي محطه او من اي شبكه طلعت العينه دي غير مطابقه على الفور بيتم ابلاغ شركه المياه عشان تاخد الاجراءات وتنظيف هذه يعني ضخ كلور والتنظيف الاجراءات اتخاذ اجراءات معينه ولازم نتاكد ان العين دي بقت سليمه. واللي بقول لحضرتك ان ده دليل على ايه؟ حضرتك انت تقريبا كل سنه سنتين بتسمع يعني قبل كده سمعنا من سنه تقريبا لو حضرتك تفتكروا ان كان في تفشي وبائي في قريه في الشرقيه عشان قلنا ان هو احتمال يكون في المياه وتلوث المياه وكان خلطها بمياه الطرمبات الحبشيه. لو نسمع حضرتك قبليها كان بسنتين كان في قريه صنصفت في منوف في المنوفيه. حضرتك احنا وزاره الصحه ده بيحصل كل سنه سنتين ثلاثه بيحصل نوع من هذا التفشي الوبائي. وقبليها كان في حته اسمها في الوبائي اسمها بردع. وزاره الصحه نتيجه الاجراءات اللي بتعملها ديت بالتنسيق مع وزاره الاسكان احنا بنجهد نتيجه هذه الاجراءات ويعني قريب ناخدها حضرتك مئات التفشيات الوبائية لما احنا بنلاقي عينة غير مطابقة وبيتم على الفور اتخاذ الإجراءات. فبنجهد ده حضرتك. هل في حتة في الدنيا ما بيحصلش فيها نتيجة مية معينة يحصل ممكن تفشي وبائي؟ لا في بيحصل في كل حتة في بيحصل في كل مكان. بس احنا عندنا بيحصل ايه بقى الحمد لله؟ احنا لما بيحصل عندنا ده بيحصل تقريبا انا اقدر اقول لحضرتك ان هو بيحصل مناعة دكتور. لا يا فندم بيحصل عندنا المعدل بتاعه كل من سنتين لثلاث سنين بس مرة اوكي؟ احنا بنعمل عدا عشان ان شاء الله بدل ما يحصل بالمعدل ده يحصل معدل اقل. انا بتمنى انه اشرب ميه من الحنفيه ولو اني جربت اشرب ميه من الحنفيه في حاجه ثانيه اقولها كان حريك. طعمها كلها تراب وما كانتش في مكان نائي ولا في مكان قرى ولا حاجه كانت مكان عادي. وانا بقول لك انا بقول لك عن تجربه انا شربت ميه الميه طعمها تراب ولما بسيبها شويه بلاقيها مترسبه فيها حاجه مش نظيفه. لكن انت نورتني يا دكتور وانا بتمنى ان الطب الوقائي في مصر ينتشر بشكل اكبر ونكون احنا كمان صحتنا احسن. نورتنا يا دكتور وكان نفسي اكون يعني فتره اكتر من كده عشان نتكلم على واحنا كمان موجود معانا لكن تكون موجود معانا ان شاء الله في حلقات ثانيه. نورتنا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بكده نكون خلصنا سلسله حلقاتنا عن مثلث التخلف لاي مجتمع فقر جهل مرض. في الحقيقه احنا عملنا اللي علينا كبرنامج قدمنا مع كل ضلع من اضلاع المثلث طرق الحل. النهارده بالتحديد على مدار حلقتين حاولنا نكشف على قلب مصر ونسمع شكواها. حاولنا نعمل سونار لقطاعات عديدة في القطاع الصحي. عملنا تحاليل دقيقة لأطراف منظومة العلاج. حاولنا نشوف أسباب نجاح مستشفيات والسبب وراء فشل مستشفيات أخرى. كل ضيف من ضيوفنا النهاردة كتب لنا روشتة علاج وصف لنا الدواء. لكن إحنا مش في إيدينا إننا نصرفه. إحنا هنحط كل الروشتات والأدوية تحت يد المسؤولين. ويا رب يلحقوا صحة المصريين قبل ما مرض ينهش قلوبنا. الصحة أهم حاجة في حياتنا. ربنا يشفي كل مريض وإن شاء الله من هنا ليوم الجمعة أشوفكم دايما على ألف خير. تصبحوا على خير.